أهلا بكم مشاهدينا في الأخبار الرياضية. أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبد الرحمن المطيري أنه سوف يتم تنفيذ إجراءات ملموسة ومتكاملة لمساندة الهيئات الرياضية والارتقاء بالمنظومة الرياضية بصورة مؤسسية. وقال الوزير المطيري أن مجلس إدارة الهيئة قرر اعتماد الإطار العام لتطبيق الاحتراف الكلي للاعبين الكويتيين في الألعاب الرياضية، باعتبارا أن التحول من الهواية أو نصف الاحتراف إلى الاحتراف الكامل سيحسن مستواهم بشكل ملحوظ نظرا لتفرغهم الكامل للرياضة. وأضاف أن مجلس الإدارة اعتمد أيضا دعم اللاعبين الكويتيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام بمدينة طوكيو اليابانية هذا الصيف بصورة كاملة، وذلك تحفيزا لهم للنجاح في مهمتهم الوطنية، موضحا أن العمل والمتابعة يأتيان بتوجيهات من سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بضرورة دعم الرياضة والرياضيين وتوفير البيئة الآمنة والممكنة لهم لإعادة الريادة للرياضة الكويتية. وأشار إلى أن الحكومة ستتعاون مع مجلس الأمة لسن التشريعات اللازمة وتعديل القوانين القائمة بما يكفل دعم الرياضة الكويتية والشباب الرياضي مع الحفاظ على استقلالية الحركة الرياضية وعدم التدخل في شؤونها.